الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. المشكل عند الناس يكتمل في الاستغفار، أنهم عديد من الناس تشتكي أنهم لا يستطيعون يستغفرون مثلا بوقت محدد، أو ليس عندهم وقت أن يستغفروا كثيرا كما نحث الناس، أو عندهم مشكل معين ولا يستطيعون أن يستغفروا في وقت معين. فما هو الحل للناس الذين ليس عندهم وقت، أو للناس الذين لا يرون نتائج في الاستغفار؟ الحل جد سهل، وهو لما تأتي إلى النوم من أفضل الصيغ والطرق الذي تستغفر بها الله سبحانه وتعالى وتطلب الغفران. وهذه الصيغة أو هذه الطريقة مجربة مرارا وتكرارا، من يواظب عليها تبدأ حياته تتغير تدريجيا، يعني يوميا سيبدأ يرى التغيير في حياته مجربة. إذا واظبت عليه يوميا لما تأتي إلى النوم وأنت على فراش النوم تبدأ تستغفر، ومن الأحسن تستغفر حتى تنام، حتى يأتي النوم وتنام. هذه من أحسن الصيغ التي تسمعها في حياتك مجرب، ويكرهها الشيطان. لماذا؟ لأنك تستغفر ووراءها تنام مباشرة، يعني ليس هناك ذنوب. تخيل ما أنك تبدأ تستغفر، مثلا تتنام مع العاشرة ليلا أو الحادي عشر ليلا، وتبدأ تستغفر مع العاشرة، ومع الحادي عشر يأتيك النوم وتنام وأنت تستغفر ساعة وأنت تستغفر. من أحسن الصيغ والطرق التي تستغفر بها وتحقق الأمنيات، تستغفر يوميا على فراشك وتنام مباشرة، ترى العجب في حياتك، تغيرات جذرية يوميا تبدأ تتغير، تتغير حتى تتغير كلها حياتك لمدة تقريبا 60 يوم 40 يوم، وأقصى حد أقصى مدة وهو 90 يوم، تتغير حياتك كلها. تبدأ الحمد لله تبدأ تستغفر 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 وأنت على فراش النوم، تستغفر 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 حتى يأتي النوم وتنام. جربوا هذه الصيغة بدون عدد وبدون وقت، ولو تستغفر 5 دقائق ليس هناك أي مشكل. تستغفر إذا أتى النوم وأنت تستغفر، ولو 5 دقائق ليس هناك أي مشكل، المهم تستغفر على فراش النوم. جربه، من أحسن طرق أنصح بها الأشخاص الذين لا يستغفرون نهائيا في اليوم. يجب أن تفعلوا هذه الصيغة وهذه الطريقة وستروا بها نتائج إن شاء الله في حياتكم. هذا كل شيء، أتمنى الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
الله